صباح الخير، صباح الأمل، صباح الحياة على أحلى مشاهدين في الدنيا. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك مع حكيم. النهاردة هنتكلم عن مواضيع مهمة جدا وفقرات تخص كل اللي بيشوفونا النهاردة. هنتكلم النهاردة عن خطورة وصفات التخسيس. طبعا كابتن حكيم منورنا، أهلا صباح الخير يا كابتن. رنا، عاملة ايه؟ عايزينك بقى تكلمنا عن خطورة وصفات التخسيس. خطورة وصفات التخسيس، أغلب وصفات التخسيس بتعتمد دايما على الأعشاب، والناس اللي بتروح تشتري اعشاب بتشتري الحاجات دي من غير ما ترجع للدكتور، تمام، او من غير ما ترجع لخبير التغذيه اللي هو يقدر يفيدها ايه اللي ينفعها وايه اللي ما ينفعهاش، لان في ناس بيبقى عندها حساسيه من بعض الاعشاب. فلازم لازم لازم حتى الحاجات البسيطه اللي احنا بنروح نشتريها من عند العطار دي لازم الدكتور يكون عارف بيها، لان احنا انت في حد بيروح يشتري مش عارف بخمسة جنيه ايه على بعشرة جنيه ايه، هو مش عارف الكميات ديت هتعمل مع جسمه هو ايه، فبالتالي ده بيأثر عليه بالسلب. يعني ما مش دايما كل الناس بيبقى جسمها فيه ريسبتورز مستقبلات الحاجات دي، مش كل الناس بتاخد الجنزبيل مثلا وجسمها يستحمل ان هو ياخد الجنزبيل كل يوم، مش كل الناس بتاخد القرفة وجسمها يستحمل انها تاخد القرفة كل يوم. يعني معنى ذلك ان ممكن في حد ياخدها يخس وحد تاني ما يعملش حاجة معاه. هي في النهاية هي مساعدات حرق، في النهاية هي بالنسبة لنا مساعدات حرق مش بتخسس، يعني هي مش حاجة هتخسس. لازم انا بعمل نظام صحي وغذائي الاول وبعد كده بلجأ لمساعدات الحرق دي، بتبقى في وسط يومي، لان انا يومي بيبقى الاكل مثلا فيه محدود او انا موزع وجباتي والاكل قليل، فبيبقى فيه فترات ما بين الوجبات فبحتاج ان انا اشرب حاجه فيها. كعاده المصريين مثلا كلهم احنا بنشرب في اليوم شاي وقهوه، ففي وقت الدايت بقى دايما بيبقى النصيحه ان انت يعني بلاش تشرب شاي عادي، ممكن تشرب شاي اخضر، بلاش تشرب القهوه العاديه، ممكن تشرب قهوه خضراء. دي بتبقى النصايح في وقت الدايت، بس مش كل الناس تقدر تستحمل ده. لو احنا فاكرين الحلقه اللي فاتت في حد اتصل قال ان هو استخدم فعلا الجنزبيل ومعدته وجعته والجهاز الهضمي اتدمر وتعبته، صح، فدي حاجات ما ينفعش ان احنا ايه نلجأ ليها من غير ما نبقى مفكرين ايه الصح وايه الغلط، لازم نستشير طبيب فيها. وفي برضو حاجات زي الافيدرا مثلا، الافيدرا دي ما مستخل ده بيستخلصوا منه الافيدرين، الافيدرين ده بيستخدموه برضو في التخسيس، مع ان منظمة الصحة العالمية قالت ان دي مادة محرمة ما ينفعش، انها المادة دي يعني اثبتوا انها ممكن تسبب الوفاة، وفاة مفاجأة. دي يا كابتن بتشتغل على المخ والقلب ولا بتشتغل على ايه بالظبط؟ دايما الحاجات دي بتشتغل على القلب، لان على القلب. احنا لان احنا علشان نعلي نسبة الحرق بنزود عدد ضربات القلب، لان هو ده اللي احنا بنعمله في الرياضة مثلا زي الكارديو، هو ده اللي احنا بنعمله لما نفس احنا بنروح الكارديو. نعمل كارديو بشكل مكثف، هو ده بيخلي ضربات القلب عندنا تزيد فبالتالي بيتعلي حرقنا. فالحاجات دي برضو بتعمل نفس القصة، تمام، بتعلي ضربات القلب. كل الأعشاب وكل الحاجات لازم يبقى فيه وعي في استخدامها، لازم يبقى أنا عارف الحاجات دي تأثر عليا إزاي، حتى تمام. المنبهات، حتى الشاي والقهوة والنسكافيه وكل الحاجات المنبهة دي والكاكاو برضه استخدامها بشكل مفرط وبشكل مبالغ فيه. يعني مثلا في ناس بتشرب قهوه على الريق اول لما تصحى، مش صح، ده مش صح، مش صح، وده بيأثر على جدار المعده بشكل كبير. يعني لازم نفطر الاول وبعد كده قهوه، اشرب ميه الاول وبعد كده افطر وبعد كده اخد القهوه بتاعتي، مفيش مشكله خالص منها. لو انا خدت القهوه مرتين في اليوم مفيش مشكله، لكن اكتر من كده ببدا اثر على جسمي وعلى فيتامينات جسمي. كل المنبهات، كل المواد المنبهه بيبقى فيها نسبه من الكافيين. ناس بتستخدم المنبهات برضو بشكل كبير جدا في وقت الصيام المتقطع، بتبقى عاملة صيام لمدة 16 ساعة وبتاخد منبهات بشكل كبير، فالكافيين بيدخل يعلي الأدرينالين، يحسسنا دايما بالتوتر، يعلي الهارت ريت، معدل ضربات القلب بيزيد. فأنا ممكن يحصل لي صدمة في أي وقت. ممكن يحصل لي صدمة في أي وقت. فأغلب الحاجات دي دايما لازم يبقى فيه حرص، لازم يبقى أنا وأنا بستخدمها. احنا لو جينا اتكلمنا على الاعشاب مثلا بتاعه التخسيس، الاعشاب بتاعه التخسيس هنقسمها لثلاث حاجات. حاجه منهم بتبقى مسهله، يعني بتخلي الجسم يهضم بسرعه والمعده دايما يبقى الفضلات خارجه منها بشكل سريع، وحاجه تانية بتبقى مضره للسوائل، بتنزل السوائل اللي في الجسم، والحاجه الثالثه اللي بتسد الشهية. هي دي الحاجات اللي موجوده وهي دي اللي مسؤوله عن الدايت، تمام. الثلاث حاجات دول هم المسؤولين عن الدايت. لو احنا جينا فكرنا فيها كده، لو احنا ما عندناش وعي ومش عارفين اللي احنا بنعمله ده هيأثر علينا ازاي، هيضرنا 100% 100% ضرر.
لو انا بعمل لو انا خدت حاجه مضره للبول وهتنزل السوائل اللي في جسمي، بتاثر على الاملاح والمعادن اللي في جسمي، فبتنزل بقى كلها. فبتنزل، وانا الاملاح والمعادن دي بتبقى مهمه جدا ليا، مهمه جدا، ببقى محتاجها على مدار اليوم. فممكن فجاه كده يحصل لي شد عضلي في مكان ما انا مش عارف، انا ما عملتش اي مجهود، ما عملتش اي حاجه، وجالي شد عضلي. يعني دايما الناس تيجي تسال انا ليه بيجي لي شد عضلي، انا ما بعملش مجهود، ومش يعني مش بلعب حتى رياضه عشان يحصل لي ده. يعني بيكون نتيجته الشد العضلي بنتيجته علشان عندي فقد كبير في السوائل في جسمي، املاح ومعادن في الجسم هي اللي بتبقى مسؤوله عن ده. فقدتها بقى، انا فقدتها عن طريق ان انا ابتديت اخد عقار معين مثلا مضر للبول فبينزل السوائل من الجسم. نفس الكلام على الاعشاب، برضو باخد اعشاب معينه مسهله فبتاثر برضو على معدتي، بتاثر على معدتي، بتاثر على اجهزتي الداخليه. فنحاول على قد ما نقدر الحاجات دي، انا ما بقولش انها مش حلوه، الحاجات دي كويسه جدا. بس كل حاجه كويسه برضو محتاجه استشاره. الاعشاب، الادويه، ما هي برضو بتتعمل من الاعشاب، الادويه العاديه الكيميائيه بتاعتنا دي بيبقى اغلبها معمول من الاعشاب، من الاعشاب كلها. ورغم ذلك الدواء اللي بيبقى خارج من وزاره الصحه بيبقى ليه دواعي استعمال وموانع استعمال واعراض جانبيه. صح، ينفع لده وما ينفعش لده، تمام، وليه اعراض جانبيه. ما فيش دواء ملوش اعراض، يعني اغلب الادويه ليها اعراض جانبيه الا قليل يعني. فالاعشاب نفس الكلام، الاعشاب برضو بيبقى ليها اعراض جانبيه. فانا لازم قبل ما اشتري على الاقل، يعني مش هروح اسال الدكتور، على الاقل اقرا اعرف انا الحاجه اللي انا هاخدها دي هتاثر عليا ازاي، الحاجه اللي انا هاخدها دي هتعمل معايا ايه. ده لازم الناس تبقى عندها وعي في الحته دي، علشان ما يعني انا ممكن اجي انصح رنا، انا حد مثلا خدت جنزبيل وجاب معايا نتيجه في وقت الدايت، انا بقى عامل نظام صحي وبعمل رياضه وخدت الجنزبيل ونفعني جدا، وده اتنين صحاب مثلا، ورانا قاعده مع صاحبتها، راحت صاحبتها قالت لي انا خدت جنزبيل وعمل معايا 1 2 3، فطبيعي جدا رانا هتقتنع جدا وتروح تشتري الجنزبيل، مع ان رانا ممكن ما يبقاش جسمها يستقبل الجنزبيل زي صاحبتها، فيبتدي يضرها وتبدا هي اصلا تنسى خالص انها خدت جنزبيل وتروح تدور عند الدكاتره انا ليه تعبانه، مع ان هي تعبانه بالسبب ده، بس هي مش هتعرف السبب ده لان هي صاحبتها قالت لها انا ما حصليش حاجه. بس مش ده الصح، مش احنا مش كلنا زي بعض، بس خلينا يعني برضو مش كل الاجسام زي بعضها. خلينا برضو نروح لوجهه نظر ان الاعشاب برضو ما بتكونش مضره زي الادويه. يعني انا مثلا دلوقتي واحده من الناس، لو حد قال لي اشربي جنزبيل وقرفه والكلام ده كله انا هشربه، تمام، يعني حتى لو انا مش عايزه اخس. ماشي، انا هي في النهايه مش مضره يعني، ولا ولا الادويه مضره ولا الاعشاب مضره. بس انت الدواء، هل انت تقدري تروحي تخشي الصيدليه تشتري دواء معين لمرض معين كده لوحدك من غير استشاره الدكتور؟ يعني حضرتك بتقول ان هو يعني ينفع لناس وما ينفعش لناس، بس لازم انا استشير حد متخصص في الحاجه دي، لازم اكون بسال حد فاهم وعارف ده هيأثر عليا ازاي، ده هيعمل معايا ايه دلوقتي وبعدين. هو ده اللي بيحصل عند الدكتور، انا لما بروح للدكتور اكشف فبيشخص حالتي ويبدا يقول لي والله انت عندك كذا كذا، وهو كدكتور فاهم ان الحاجات دي ليها ادويه كذا وكذا، فبيقول لي روح خد، بيكتب لي روشته واروح اصرف من الصيدليه، لان هو دكتور، هو عارف هو قال لي ايه. هو عارف يعني، وده يعني ده برضو يحطنا في حته تانية، ان الدكتور مش الدكتور ما بيعملش كل حاجه. صح، يعني في دكتور قلب وفي دكتور بطنه وفي دكتور مخ واعصاب، يعني مش دكتور واحد بيعمل كل حاجه. صح، للاسف بقى يعني بتلاقي الناس بتروح للعطار والعطار بيعمل كل حاجه. العطار بيعمل كل حاجه، ايوه، ويروح يشتروا اي حاجه وبشويه من ده على شويه من ده وغلطات ووصفات وياخدوها، والاقي ناس بتعمل الوصفات دي وتاخدها في الوقت اللي هي اصلا بتاكل براحتها. يعني ببقى انا باكل براحتي وبعمل كل حاجه، وفي نفس الوقت باخد اعشاب علشان خاطر اخس. وتيجي تسالك تقول لك انا خدت جنزبيل وما خسيتش، طب انت كلتي ايه النهارده؟ تقول لك كذا وكذا وكذا وكذا. صح، وكذا. فانت هتخس ازاي؟ هتخس ازاي؟ ما هو انا الحاجات دي بتساعد. الحاجات دي احنا ما قلناش انها مضره، ما قلناش انها وحشه، بس هي مساعدات لعمليات الحرق، بتزود عمليه الحرق بشكل بسيط جدا، مش كبير كمان. فلازم لازم لازم يبقى عندنا وعي، لازم يبقى عندنا وعي في الحاجات دي، الحاجات دي مضره لو احنا خدناها بعدم معرفه. فلازم دايما ندور الصح فين ونعمله. عندنا من الاعشاب اللي ممكن، في حاجات احنا في بيتنا عاديه زي البقدونس، الزعتر،
الشمر واليانسون والنعناع، كل دي حاجات على فكره بتتحط في الاكل ومفيده جدا. يعني لو خدتها بكثره مفيش اي ضرر؟ مش بكثره، مفيش حاجه، ما هي بص مفيش حاجه ينفع اخدها بكثره، انا بتكلم ان دي حاجات لا عاديه. لا يعني مثلا ثلاث مرات مثلا في اليوم. انت مثلا السلطه بتاعتك ممكن تحطي فيها نعناع هيبقى طعمها حلو، او زيت زيتون، فاهمه؟ زيت زيتون كده كده ده عادي يعني. ده انت قصدك يعني الحاجات اللي هي بتبقى اللي هي الاعشاب، الاعشاب اللي انا بروح استخدمها عشان خاطر حاجه معينه، لا انا ممكن استخدمها اصلا عادي في يومي خالص براحتي جوه اكلي، اللي هو انا مش محتاج يعني، انا مش بروح اشتري اعشاب عشان خاطر سبب معين، لا انا دي اعشابي في يومي عاديه خالص بحطها في اكلي ومفيده ليا. تمام. ومفيده ليا، فدي ان الناس تحاول تعمل كده، تحط الحاجات الطبيعيه جوه الاكل، فاهمه؟ في التوابل، الكمون والزعتر زي ما قلنا، القرفه والجنزبيل، كل الحاجات دي كويسه وجميله لو احنا حطيناها جوه يومنا العادي من غير ما نستخدمها لسبب معين ولهدف واحد. لا انت عارف احنا كلنا عايزين السبب المعين. اه ان احنا جسمنا يبقى رشيق ومستعجلين، عندنا مناسبه فعايزين نخس. فواحده صاحبتي قالت لي خدي ثلاث مثلا مرات سلامكه ده ولا اسمها ايه؟ ايوه وهتنزلي بقى وتبقي يعني هيفا وهبي. ما هي دي المشكله، ما هي دي المشكله، الناس فعلا يعني بس دي حقيقه. بصي القصه كلها، انا عمري ما اجي انصحك بحاجه الا لما اكون مجربها. صح. بس في الحاجات دي ما فيش حاجه اسمها انا مجربها، لان اللي بينفعني مش هينفعك. صح. فاهمه؟ جسمي مش زي جسمك، استقبال جسمي مش زي استقبال جسمك. هو دي فعلا، بس احنا كلنا كده يعني. لو اي حد ما انا بقول لك اهو، ده موجود عادي على فكره، موجود ما بين الناس حتى الموضوع عادي. نفسي. ايوه. ما انا عمري ما هاجي انصحك فعلا بحاجه غير لما اكون انا جربتها وانت شفتيني كمان، يعني انت شفتي عليا نتائج، فبالتالي هتسمعي كلامي على طول. لو مين جه قال لك لا ما تعمليش، هتسمعي كلامي ان انا ده خس، دي خست، ما هي اكيد هي فاهمه هي بتعمل ايه، اكيد. صح. هي عارفه. بس ده مش صح خالص خالص في الحالات الجسديه. احنا جسمنا مش زي بعض، كل بني ادم وليه هرمونات وليه جينات خاصه بيه هو، ملهاش علاقه بالتاني. فلازم دايما نستشير، ولازم دايما ندور، يعني حتى لو مش هنروح نسال دكتور، مش هنروح نسال حد متخصص، على الاقل نقرا، على الاقل نقرا عن الحاجه اللي احنا بناخدها ديت، ايه اعراضها، بتعمل ايه، بتاثر على ايه. وطبيعي انا كبني ادم عارف على مدار حياتي ايه مشاكل جسمي، يعني انا لو انا عندي نقص في الحديد ببقى عارف ان انا عندي نقص في الحديد، عندي نقص في فيتامين معين ببقى عارف ان انا عندي نقص، عندي نقرس، عندي املاح زياده. عموما البني ادم بيبقى عارف حالته ايه، كل واحد عارف نفسه. تمام. ده لو هو طبعا عدى على مراحل تحليل او كان تعب وعمل تحاليل، فهو بالتالي بيبقى عارف مشاكل جسمه ايه. صح. فبناء عليها يبدا يعرف انا ممكن اخد ده وممكن ما اخدش ده، ما اروحش اخده وخلاص، ده اهم حاجه. بس تمام. طيب عايزينك يا كابتن بقى تقول لنا عن يعني نظام اللي هو يمشي بقى معانا كلنا، ومعاه مشروب مثلا. ما هو احنا المشروبات احنا المشروبات قلنا لا غنى عنها، احنا كده كده المشروبات، اليانسون، الشمر، الكلام ده كله، والجنزبيل والقرفه، كل دي مشروبات عاديه. كل دي مشروبات عاديه، بس ما ينفعش ان انا اخليها حاجه اساسيه في يومي، اخدها مرتين ثلاثه علشان خاطر عايز اخس. لا، ما بلاش اتعامل معاها المعامله دي. تمام. اتعامل معاها معامله انها اعشاب عاديه موجوده عندي في البيت وباخدها عادي خالص وسط الاكل. هي مفيده مثلا بس. تمام. يعني باخدها وسط الوجبات كده عشان خاطر يعني كمسليات لليوم. تمام. بس ما اتعاملش معاها معامله انها هتخسسني، لان انا دايما لما بتعامل مع حاجه بعينها انها هتعمل لي هدف معين، لما الهدف ده ما بيحصلش انا بحبط وببدا بقى خلاص أحبط. لا انا مش عايز اكمل. فلا، وليه؟ النظام الصحي سهل جدا. يعني احنا لو قعدنا كده فصلنا اليوم بتاعنا وقلنا احنا ممكن نفطر ايه وممكن نتغدى ايه وممكن نتعشى ايه، هتلاقي اللي احنا هنقوله ده كل الناس بتاكله عادي. فول وطعميه ومحشي وبالليل. لا، ده فول وطعميه ومحشي ده هو ده اللي بيأثر عليهم. انت بتقول العادي، فانا بقول العادي. ايه؟ لا، ده مش عادي. ده بتاع المصريين، مش عادي خالص. اصل يعني مش هو ده لا لا، ده اللي احنا كلنا ماشيين عليه. انا احنا هنتكلم في الصحي بقى. طب يعني حد بيفطر فول وطعميه كل يوم؟ احنا هنتكلم في الصحي. ماشي، ما انا هقول لك. حد بيفطر فول وطعميه ده، انا نعمل له ايه بقى؟ انا كل يوم ما احنا هنفضل طول عمرنا ناكل فول وطعميه؟ نقول لهم بقى يعني ايه البديل؟ مش قصه هنفضل طول، في ناس عندها ما عندهاش مانع خالص انها تاكل كل يوم فول وطعميه عادي. لا، ما هم الناس بقى دول مثلا نقول لهم، الناس دي ما تعرفش مثلا ان الطعميه دي بتتقلي في زيت، والزيت ده يعني اتغلى كتير جدا فبقى مهدرج بشكل غير عادي. فكوليسترول الدم هيعلى بشكل غير عادي، والحاجات دي ما بتبانش. يعني مش معنى ان انا اكلت طعميه النهارده انا النهارده هتعب، لا، ده انا هتعب قدام شويه، بعديها بقى بشويه بكتير. هبدا بقى احس بقى بكوليسترول الدم العالي، ابدا احس بجلطات بقى في الدم وقلب
وحاجات كده يعني احنا مش عايزينها. تمام. احنا مش عايزينها، احنا ممكن ناكل بلاها طعميه، ممكن ناكل طعميه، بجد؟ ممكن ناكل فول، ممكن ناكل كل الحاجات دي، بس بشكل ايه؟ صحي. عائل. انا في الاسبوع بتاعي همشي صح مثلا 5 ايام، ويومين مثلا منهم اللي هو ايه، همتع نفسي هاكل طعميه في اليوم ده بس. بقى مش الناس برضو بتاكل طعميه بشراهه يعني، انا لما انا هاجي ادخل فاهمك. لنفسي الطعميه ادخل قرص اتنين، لكن الناس بتروح تشتري بكميات، واصلا في ناس ممكن تبقى الوجبه كلها طعميه اصلا يعني، بجد؟ بعيدا عن الفول. ايوه ده حقيقي. السندوتشات طعميه بس، فدي برضو دي ازمه، فاهمه؟ تعالي بقى نتكلم في الصحي. ايه هو تمام. الصحي اللي ممكن ناكله مش هيأثر علينا؟ الجبنه القريش مثلا صحيه وجميله، واغلب اغلبنا بيحبها، تمام. وحتى اللي ما بيحبهاش اللي بيعمل الاكل نفسه يقدر يحببه فيها، انت فاهمه؟ ما انا لو انا ما بحبش جبنه قريش، ما ينفعش اللي بيعمل لي الاكل في البيت او الزوجه اللي عايزه زوجها يخس او العكس يروح جايب لي حته الجبنه قريش زي ما هي كده يقول لي خد كل، ما اكيد مش هاكلها، ما انا ما بحبهاش. صح. تمام. لكن بقى لو اتفتتت وبقى عليها خيار مثلا، طماطم، وطماطمايه، انت حبه فاهمه، كمون، كمون، صح، بصي هو ده، هو ده اللي معاها جبنه غير. فلامنك وسويسري. لا ايه احنا بنتكلم في نظام صحي. ايه ده يعني؟ دول اللي وحشين. يا بنتي لا احنا خلينا، يعني بصي خلينا انا اتكلم في الصحي وبعد كده انت شوفي الفلامنكو والسويسري والمحشي وكل ايه اللي ده انت عايزاه. يعني الجبن دي مضره؟ ايوه، ما هي الجبن دي صناعيه، ما هي الجبن دي صناعيه. هو الجبنه دي ينفع انت تطلعيها من الثلاجه وتسيبيها بره كده وتسيبيها وتيجي بعد اسبوع تاكليها؟ تحطيها بقى في ميه، تحطيها يعني مثلا الجبنه القريش ممكن تحطيها في لبن وتسيبيها عادي مش هيحصل لها حاجه. تمام. هل بقى الجبنه التانيه دي تقدري تعملي فيها كده؟ يعني ولا الجبن دي خالص المفروض مش ما هتقدري ناكلهاش؟ تعملي فيها طب كده. ناكلها امتى عارفه بقى؟ ليه مش هتقدري تعملي فيها كده؟ لانها فيها مواد حافظه، وهي دي الازمه. تمام. تمام. هي مشكلتنا كلها في المواد الحافظه اللي بتتحط في الجبن، اصل احنا كلنا المواد اللي اتربينا على بتتعمل. كده، جبنه رومي الصبح ماشي. ما احنا مثلا، جبنه فلامنك، جبنه سويسري. ليه عندنا سمنه بشكل كبير دلوقتي في المجتمع؟ وليه الناس دلوقتي بدات تلجا للجيمات، وبدات تلجا لدكاتره التخسيس، وبدات تلجا للدايت، وبداوا يدوروا؟ ليه بقى عندنا اسئله يعني؟ انت ليه اما جينا نفكر ان احنا يا جماعه احنا هنعمل كذا كذا ونسال الناس اللي عنده سؤال يسالنا، صح، لقينا سيل من الاسئله؟ ليه؟ عشان كلنا الناس عندنا فاهمه، الناس كلها عندها المشكله دي. صح. الناس بقى كلها عندها المشكله دي لانها الناس كانت بتعمل زي ما انت بتعملي، هو ده الطبيعي بتاعنا، احنا طبعا. بناكل كده، هو ده اكلنا، هو ده عاداتنا. تمام. فاحنا ممكن يعني، هي القصه كلها في ايه؟ انا عادي هاكل الاكل ده، هاكل تمام. الاكل ده لو انا مش تعبان، لو انا ما عنديش مشكله، وهاكله برضو ايه بشكل عاقل، عشان حتى الناس اللي حرقها عالي يعني، حتى الناس اللي جسمها قليل لما بتاكل الحاجات دي بتتاثر داخليا، الكبد والكلى والدم كل ده بيتاثر، بعيدا بقى ان هو زاد وزن. تمام. بعيدا عن ان هو زاد وزن، بيبقى عنده دهون على الكبد مثلا، هو شكله رفيع انا بس اول هو مره عنده اعرف دهون. ان الجبن دي مضره، يعني من دلوقتي بصي، ما هو منك مفيش حاجه استغربت مضره، جدا. مفيش حاجه مضره 100%. تمام. مفيش حاجه، حتى الحاجات دي مش مضره، مش قصه مضره، بس ان انا اتعامل معاها هي اساس حياتي، هو ده اللي مضر. هي مش اساس فهمت. حياه، هي مكملات للحياه، مكملات لاكل اليوم، تتحط بشكل بسيط، ما تبقاش هي الاساس على الاكل. يعني انا انا لما قلت لك جبنه قريش، فاحنا اتكلمنا ده اساسيات اكل، اساسيات اكل هتفيد الجسم. جبنه القريش هتديني كالسيوم، جبنه القريش هتديني بروتين، فاهمه؟ فهمك. جبنه القريش هتديني دهون. هو ده، ده اللي احنا بنتكلم عليه، احنا بنتكلم على اساسيات الاكل اللي هتفيد جسمنا. تمام. بيبقى مثلا جبنه قريش جنبها ايه مثلا؟ البيض، البيض المسلوق عادي خالص، في ناس كتير جدا بتحب تاكل البيض مسلوق، مفيش مشكله، فعلا مش لازم زي. يتقلي يعني. تمام. البيض المسلوق هيتاكل على الفطار، الخضره، السلطه اللي بتتعمل العاديه خالص، حلو، افطار الفول، متكامل اهو. الفول هيتاكل عادي خالص، الفول، بس الفول اللي احنا بقى نعمله في البيت. تمام. الفول اللي بنعمله في البيت، عشان الفول بقى يعني، حتى الفول اللي بتعمل بره ده بيخش فيه مواد غريبه كده اكيد عشان طبعا خاطر يوصل لعمليات التسويه الكبيره دي. تمام. فاللي احنا بنعمله في البيت فول عادي خالص، احنا قاعدين قلنا جبنه قريش، بيض، فول، ده كده خلاص، ده فطار اهو، فطار. حطيت بقى معاه جبنه سويسريه زي ما انت قلتي. مثلا تمام. بتبقى طبعا. بس انا دايما اكون معتمد ان الاكل ده هو اللي هيفيدني، فالاكل ده هو اللي انا هبدا بيه دايما، ويبقى هو اساس اكلي، فاهمه؟ هاخد حته جبنه من اللي هي التانيه، بس دي الجبنه دي لازم تخلص، القريش هي اللي هي هي دي الاساس، الاساس يعني. فاهمه؟ هي دي اللي هتفيدني. تمام. تمام. الجسم بيتبني بالبروتين ده اللي موجود في الجبنه دي، فانا والبيض بقى فاهمه. والبيض برضو، البيض برضو فيه بروتين. تمام. فهو ده اللي احنا عايزينه. ده مثلا ادينا وجبه فطار اهي، ماشي. الشوفان، على فكره الشوفان عندنا احنا هنا في مصر لسه ظاهر جديد،
يعني لسه ظاهر جديد. الناس اما تيجي في ناس معينه كده تيجي تقول لها شوفان ده، ايه شوفان ده انا ما اعرفوش. على فكره بره الشوفان ده معروف جدا حتى في الدول العربيه، في دول الخليج الشوفان ده بيعملوه، ودلوقتي بقى معمول دلوقتي الشوفان ده بيعملوه باكتر من طريقه اصلا بره، يعني بيعملوه باكتر من طريقه، اكتر من حاجه بتتعمل بالشوفان. بس دلوقتي بقى موجود عندنا في كل الهايبر، هو دلوقتي بقى موجود بس في ناس برضو لحد دلوقتي ما تعرفش يعني ايه هو شوفان ده، ده بيعمل ايه، فاهمه؟ مفيد جدا برضو على الفطار، ممكن ده برضو فطار حلو قوي ده. عسل ابيض معاه، مزايه معاه، لبن الصحيه تمام، الحليب بتاعنا معاه ماشي. يعني انا عملت طبق كده لطيف خالص على الفطار، هو الحلو كم معلقه بقى مثلا شوفان، انت فاهمه؟ بصي هو دايما احنا بنتعامل في السعرات الحراريه بالجرامات بتاعه الاكل. ايوه ما دي اللي انا بسال فيها، فاهمه؟ بنتعامل بالجرامات، الجرامات بتاعه الاكل. يعني خليها مثلا معلقه عشان كلنا مش معلقه، اصل معلقه دي مش هتعمل حاجه، انت فاهمه؟ يعني انا مثلا عشان إيه يعني مش خمس معالق مش تعمل بوله؟ انت ما انا بقول لك اهو 50 جرام مثلا من الشوفان ممكن يتحسبوا بخمس معالق. تمام فاهمه بالظبط. 50 جرام كويسين جدا. هيتحطوا، يتحط عليهم حليب، يتحط معاهم موزايه او تفاحيه، كل ده جوه نفس الطبق تمام، وعسل ابيض، هيبقى طبق شكله حلو وجميل وهيتاكل تمام. في الياف، ده في كل الياف. حاجه في بروتين معروف تمام، في كربوهيدرات بشكل كبير، والكربوهيدرات بطيئه الامتصاص، هتقعد معانا طول اليوم، مش سريعه حلو. بتخش تعلي الانسولين تمام. الفرق هنا، الفرق ما بين الكربوهيدرات دي والكربوهيدرات دي، ان الكربوهيدرات البسيطه بتخش الجسم تعلي انسولين بسرعه، فده بيخلق عندك برضو حاله من التوتر. لما تيجي تاكلي حلويات، لو انت مثلا مبطله فتره ان انت تاكلي سكر او تاكلي حلويات كتير، او انت مثلا في العادي بتاعك ما بتاكليش حلويات بس روحتي مناسبه معينه فتحط قدامك حلويات ولازم تاكلي فكلت وتاكلي، تلاقي دماغك صدعت. ده بيحصل، تلاقي دماغك صدعت، تلاقي متوتره مش قادره، ان انسولين عالي تمام، فعلى بقى ايه كل جسمك بقى فيه طاقه اصلا زياده، انت فاهمه؟ فهي دي المشكله، الكربوهيدرات البسيطه، السكر والكربوهيدرات اللي بتخش سريعه تعلي انسولين، دي ازمه. فالشوفان من الكربوهيدرات المعقده اللي بتخش الجسم، الجسم يمتصها ببطء. طب كويس تمام جدا. ويحسس الجسم بالشبع. ادي الشوفان وجبه موجوده على الفطار، جميل وزي الفل، مفيش فيه مشكله. يبقى احنا دي وجبه فطار صحيه. ايه مشكلتها؟ مفيش فيها حاجة. نخش على وجبة الغداء. تمام. تمام، معانا اتصال؟ تمام. الو؟ ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا نورة؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. ممكن اتكلم الكابتن؟ اتفضلي يا حبيبتي. ممكن اسأل سؤال؟ اتفضلي. عايز اسأله بس، هو الرز المصري الأبيض بيتخن؟ العيش المصري الأبيض، صح كده؟ ممكن توطي الصوت يا نوره؟ حاضر. ما تتكلم على الخبز صح؟ مشكلة الشعر. يعني المكرونة والحاجات دي الشعرية والرز والحاجات دي بتتخن زيادة عن اللزوم؟ تمام يا نوره، هنرد عليكي. حاضر. تمام. في عندك سؤال تاني؟ تمام قفلت. شكرا. قفلت. تمام. بصي يا نوره، أنا دايما بحاول يعني في الأنظمة بتاعتي ما بحبش إن أنا أمنع كل الحاجات دي تمام، بس دايما اللي بمنعه الأساسي اللي بيتمنع الخبز. الخبز بالنسبة لي ملوش، مش مفيد خالص، وسعراته الحرارية عالية جدا. يعني رغيف العيش المصري العادي بتاعنا ده 300 سعر حراري 300 سعر حراري، ما بقدرش أتحكم في كميته، يعني ما أقدرش أتحكم في كميته لأن أنا ما أعرفش، وما أقدرش مقاديره ما أعرفهاش قد إيه، وفاهمة؟ فانا دايما بحاول اخرجه خالص بره يومي، يعني ولا نص ولا ربع، بحاول اخرج الخبز بشكل كبير، وبعتمد بقى مثلا على الرز، اخد مثلا ايه على حسب حالتي، ممكن اخد 100 جرام، ممكن اخد 50 جرام على حسب الحاله اللي انا فيها، اللي انا واصل لها. يعني لو جينا قلنا ان احنا مثلا في اليوم بتاعنا عايزين ندخل كربوهيدرات زي ما قلنا من شويه، الشوفان بتاعنا في الفطار، ونيجي في وجبه الغداء البوله الصغيره بتاعه الشوربه ديت، لو على قدها كده رز حلو قوي، هو ده مثلا قيمة 50 جرام رز، فده كويس، هيساعدنا ان احنا ناكل بشكل كويس، وما يبقاش الاكل بالنسبة لنا زهق، وفي نفس الوقت مش هيضرنا، مش هيعلي الكربوهيدرات اللي احنا بناخدها في يومنا بس، وجنبها طبعا بروتين وسلطة وخلاص كده. بس ده اللي احنا بنتكلم فيه. الاكل الصحي سهل جدا، سهل جدا، بس الناس بتحب تبتكر تمام. يعني انت كده كده المحشي ما هو فيه رز
وفي خضار وفي حاجات كتير، مش في خلطه من الخضار وفي رز، ده المحشي، ده بقدونس وكزبره وحاجات كده كتير. ادي المحشي. ومحشي بقى في ايه؟ في ورق الكرنب مثلا، او في الفلفل او البتنجان، الحاجات دي كلها كل ده ممكن يتاكل، بس مش لازم يتحط كله ببعضه ويتسبك ويبقى محشي. ايوه. الو، معانا النريمان. الو، الاتصالات قطع. نرجع تاني لموضوع المحشي. طب محشي بس وخلاص كده، ولا فراخ جنبها؟ لا، ما قلتش محشي على فكره. انا قلتش، انا كنت بفسر المحشي ده هو فيه ايه، مكوناته. لا، انا بقول لك الحاجات المضره بقى، بتاخدي مني الكلام عشان تروحي تعمليه في البيت النهارده. انا عارف. لا لا، مفيش الكلام ده. لا، اصل يعني الحياه حلوه برضه. الحياه حلوه، بس الناس. طب يعني انت يا كابتن لو معزوم دلوقتي مثلا في مناسبه او كده، وقدامك محشي بقى وحاجات كده، تاكلهم؟ ايه المشكله اما اكل البروتين؟ هو مش فيه فراخ؟ دايما الناس بيفرق معاها. حتى في العزومات، يعني دي بقى مش حجه، ما بتضعفش كده يعني. ما انا بقول لك اهو، حتى في العزومات هي مش حجه عندنا، دي حجه. يعني ممكن حد يجي يقول لك اصل انا كنت في عزومه اعمل ايه؟ ده كلمتي صح. طب ما الناس حاطه لك لحمه، والناس اصلا ما بيفرقش معاها اي حاجه من الاكل، غير يقول لك لا كلي نايبك. هو ده اللي فارق معاها، ما هو ده المفيد. خدي نايبك وزي الفل، اكيد مش تاخدي محشي يعني. مش لازم محشي، صح؟ فاهمه؟ لا، عندك حق والله. الفكره ان انا اتكلمت دلوقتي، قلت المحشي هو، والمحشي ده ممكن اعمل محشي بشكل صحي برضه. ايوه، ازاي بقى؟ من غير دهون. بس ازاي ده من غير دهون؟ ازاي ده من غير دهون وابقى محدد الكميه اللي انا هاكلها؟ المشكله ان احنا بنعمل حله محشي، صح؟ دي حقيقه. صح؟ ايه ده؟ ايه؟ ايوه، هي دوب كده صح، تاخد اللي هي بتاخده البوتاجاز كله. طبعا، ودي مشكله. ماشي، ما طبعا ده كتير جدا. طيب اوكي، معانا نريمان. حاضر، الو، اتكلمت كمان. الو الو، ايه نريمان، مجاعتنا الجميله منوره دايما يا رب. حبيبه قلبي، عامله ايه؟ تمام بخير الحمد لله. اخبارك ايه يا نريمان؟ الحمد لله تمام. متابعانا من اول الحلقه ولا لسه فاتحه؟ طبعا. حبيبي، انا اقدر افوت حلقه ليكم؟ طيب، احنا عايزين سؤال بقى كده تقوله لنا، عشان احنا دلوقتي انا وكابتن كل واحد فيه بيتخانق على المحشي. والرنجه والفسيخ، ها لسه هنيجي بعد كده المرحله الجايه. بلاش انا كده، عشان انا ممكن اتعاقب فيها. كابتن مصطفى، منور الدنيا دايما يا رب. ربنا يخليك يا نريمان، ربنا يخليك يا رب. كان عندي سؤال. ايوه، اسالي. كنت عايزه اعرف اكتر عن نظام الكيتو. عايزه تعرفي اكتر عن نظام الكيتو، تمام؟ تمام، ماشي. في سؤال تاني يا نريمان؟ لا بس. ماشي حبيبتي، ميرسي على اتصالك. تمام. الكيتو، بص يا نرمان، الكيتو انا واحد من الناس انا ما بحبوش خالص، ما بحبش السيستم الكيتو ده. انا ممكن اعمله لو انا مثلا فعلا ده بقى هو ده بتاع المناسبات، يعني سيستم الكيتو ده هو بتاع المناسبه اللي هي بعد اسبوعين ثلاثه، فانا هضطر ان انا اعمل كيتو عشان خاطر اوصل لوزن معين، او ان انا اخسر وزن كبير بشكل، يعني اخسر وزن بشكل كبير فتره معينه، بس ما اقدرش استمر عليه، ما اقدرش استمر عليه فتره كبيره. ليه؟ الكيتو بيعتمد دايما على البروتين والدهون، بيعتمد على بروتين ودهون بشكل كبير جدا على مدار اليوم. كربوهيدرات بتاعتنا مش موجوده خالص، بروتين ودهون طول الوقت. فانا بالنسبه لي بروتين ودهون، ايه يعني البروتين والدهون دول هيروحوا فين علشان خاطر الجسم يستفاد بيهم، علشان الجسم يتعامل معاهم؟ هيروحوا على الكبد، تمام، وفضلاتهم هتروح فين؟ هتعدي على الكلى. فانا بقى يعني الكبد اللي كان شغال بنسبه بروتين قليله على مدار اليوم ونسبه دهون برضو قليله تبع الماكروز بتاعه الجسم، اللي كان شغال بالحاجات القليله دي وبيعمل شغله، ممكن يتعب اصلا بالحاجات القليله. فتخيلي بقى اما انا بدخله كميات اكبر، فالتعب بيبقى مضاعف. عشان كده دايما حتى الاطباء اللي بينصحوا بالكيتو او الدكتور اللي بيقول لك على الكيتو، مش دايما بيقول لك ان انت ينفع تمشي عليه شهرين ثلاثه، لازم شهر او شهر ونص، ويقول لك لا وقفي كيتو، يعني نوقف ده وهنبدا نعمل حاجه تانية. لان هو ان انت تمشي عليه بشكل كبير وقت اكبر ده خطر جدا. فانا انا كمصطفى ما بحبش الكيتو خالص، واغلب الناس اللي معايا ومتابعاني عارفه ده، ان انا الكيتو بالنسبه لي حاجه مش صحيه بالمره، انا ما بحبوش خالص. بس اوكي كابتن، خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. تمام، اوكي، استنوني.